بدل ما نندفع للحقد والطار والانتقام، نحارب بعض ونقتل بعض، ده كلها ساعة. ربنا بيقول ان الحكاية كلها ساعة، طب ما نستحمل الساعة دي بحلوها ومرها وما نقومش على بعض نقتل وننتقم ونحقد ونصور. على ايه؟ المبتلى يصبر والمنعم عليه يشكر، ونستحمل الساعة دي بكل ما فيها عشان نروح على الأقل نقابل ربنا بوجه أبيض.